السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجيال أندلس، الحلقة ال11 يا جماعة، وبنفضل ننادي ورسالة لرئيس الجمهورية شخصيا، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، حلوا لنا المشكلة دي، سواء بقى في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو في أي وزارة تانية. معانا مشكلة النهاردة من وزارة الصحة، مشكلة انتداب اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا فترة، ودي ال11 حلقة. يعني احنا بننادي وبنقول، وطلع الناس المسؤولة في القنوات التلفزيونية وقالوا الموضوع اتحل وخلاص الدنيا بقت تمام، رغم اللي لسه بيعانوا وما زال المعاناة مستمرة. معانا رسالة صوتية دلوقتي، شخص بذاته هو اللي هيتكلم، الأستاذ رمضان. ممكن تعرفنا بنفسك يا أستاذ رمضان كده وتقول لنا المشكلة إيه؟ رمضان محمد محرم من مشكلتك المنصورة. مشكلتك إيه يا باشا؟ أنا منتدب من 3 سنين، ودي السنة الرابعة، مجدد السنة الرابعة. منتدب منين لفين بقى؟ من مديرية الصحة بالمنصورة لمديرية الشباب والرياضة. في المنصورة برضه؟ أيوه تمام. تمام اتفضل. حاولت أعمل طلب نقل، كتبت طلب نقل ووديته لمديرية الصحة، رفضوا، قالوا شوف درجة خالية في الشباب والرياضة، هتمشي من غير الدرجة. طب طبعا احنا الدرجة دي يا أستاذ رمضان، بعد إذنك، الدرجة دي لما تمشي من غير الدرجة المرتب بيقل؟ ما انا مرتبي هو ثابت، يعني انا مثلا انا درجه ثالثه، واخد بال حضرتك، تمام. ومنتدب للشباب الرياضه، وفي نفس الوقت اصلا يعني شغال في مجال التدريب. طيب انت حضرتك متزوج؟ متزوج وعندي اسره. ومفيش مصدر طبعا تاني طبعا غير الشغلانه دي. مفيش مصدر طبعا تاني، وفي نفس الوقت انا للاسف مأجر تمام، ومرتبي ضعيف جدا، بحاول بقدر الامكان، الواحد بيجري عشان اكل عيشه. طب انت ايه مطالبك بالنسبه لو احنا دلوقتي بنطالب رئيس الجمهوريه شخصيا؟ نفسي حضرتك بدل اللف والبهدله ينقلونا تلقائي، ينقلونا تلقائي بدرجاتنا من مديريه الصحه لمدير الشباب والرياضه، ده تم علينا 4 سنين. تمام، والله احنا بنبلغ صوتك لكل مسؤول في الدولة. يا رب يا رب. دي مشكلتك لوحدك ولا مشكلة ناس تانية يا أستاذ رمضان؟ ده مشكلة ناس كتير، ده احنا لعدد كبير، 400 ألف تقريبا، 400 ألف موظف. أيوة. في جميع المصالح الحكومية، في جميع المصالح الحكومية. دي المشكلة. والله احنا بنقدم مشكلتك لكل المسؤولين، وربنا يا رب يكتب لكم الخير ان شاء الله، ودايما الله بفضل الله خير الخير وارضني بك. الله يخليك، احنا نفسنا بس نتنقل تلقائي، بدل ما نقعد نلف وبنقدم طلبات هنا وبنقدم طلبات هنا، وللاسف بيرفضوا. يعني هو التعنت نفسنا نستريح. التعنت، نفسنا نستريح. يعني التعنت عندكم في الادارات ولا من الوزاره نفسها؟ لا ده من المديريه نفسها، مديريه الصحه نفسها بترفض ان احنا ننقل بالدرجه. بالدرجه، يعني انت ممكن تنقل من غير الدرجه، صح كده؟ هي بتقول لي ممكن تنقل من غير الدرجه، تشوف لك درجه خاليه في الشباب والرياضه. ايوه، والله احنا بنبلغ صوتك، وان شاء الله صوتنا يوصل، ويا ريت يا جماعه كل اللي بيسمعنا يا ريت ينشر الفيديو ده في كل مكان، وهسيب لكم اللينكات كلها ال11 حلقه تحت في اسفل الفيديو في اول تعليق، عشان ننشر الحلقات دي كلها بحيث ان صوتنا يوصل. ده مش اول واحد نعمل ونسجل مع استاذ رمضان، لا بالعكس، ده في كتير غير السيدات المطلقات والارامل والناس اللي عندها اولادها تتشرد، غير اللي انا كنت عامل حلقه مع مدام هناء اللي كانت عامله لا يقل عن 28 عمليه، وما زالت هتتنقل من القاهره لسوهاج والدنيا بايظه خالص. فاحنا بنناشد كل مسؤول في الدوله، كل من له قلب رحيم، يا ريت يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والله يا استاذ رمضان احنا بنقدم لك كل الشكر، وان شاء الله هتتحل قريبا ان شاء الله. دايما نقول يا رب. وفي نقطة تانية كنت عايز أكلم حضرتك فيها. اتفضل. أما جت أجدد السنة الرابعة، قالوا لي ده آخر سنة ليك وترجع تاني. يعني جددها قال لك لا. ده آخر سنة ليك في التجديد وهترجع تاني. دي مشكلة كبيرة. فأنا نفسي أنقل، نفسي النقل حتى يبقى تلقائي. إن شاء الله. ما دام عندنا 4 سنين نتنقل تلقائي كلنا. ان شاء الله خير، كل واحد وله ظروفه. طبعا طبعا طبعا، لا ان شاء الله يبقى قرار وزاري
او من رئيس الجمهوريه مباشره ان شاء الله، وصوتنا يوصل ان يا شاء الله. رب، لان انا واحد تعبان اصلا، انا مريض سكر ربنا يا رب يرزقك الصحه ان شاء الله، وان شاء الله خير. ربنا يخليك، الف الف يخليك شكرا، الف أسامة. الف شكرا، شكرا، مع لك السلامه. مع السلامه. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.